بهذه الفقرة أكيد ما طلعوا جرايد اليوم بسبب عطلة عيد الأضحى، بس من 50 سنة ما كان في عطلة لعيد الأضحى، فعنا مجموعة من الجرايد تحديدا صحيفة النهار وعناوينها من 50 سنة كيف توزعت. الأسعد يكرر هجومه على الحكم المقنع ويطالب شهاب بإعلان ترشيحه وبرنامجه إذا كان مرشحا. شمعون ينفي إشاعة حميدة عن ترشيحه ويتحدى رئيس المجلس أن يقرب موعد الانتخابات. رفضت سوريا رسميا المقترحات الأمريكية، وعبد الناصر يبحث اليوم في الموافقة الإسرائيلية والمعارضة العربية. نتابع أيضا في العناوين: قائد الجيش في الاحتفال بذكرى الشهداء: لسنا نقبل حياة من أجل لبنان ولا نظن بها ساعة تقتضي خدمته الاستشهاد. خلاف بين أركان النهج حول موعد الجلسة، حميدي يريد تقريب الموعد تلافيا للبلبلة، وكرامي يريد تأخيره على أمل تدبير 66 صوتا. السلطات السورية تحد من استيراد البيض وتعيد بعض الإرساليات اللبنانية من حدوده. وزير الاقتصاد يجري اتصالات مع زميله السوري. الأسد يرد على محاولات الإغراء النهجية بالعودة إلى منطق الاستثناء استئناس، ولا يمكننا اعتبار فؤاد شهاب مرشحا ما لم يعلن ترشيحه، لأنه يجوز أن نجبر إنسانا لا يجوز أن نجبر إنسانا على تحمل المسؤولية قسرا وعنوة. مناورة لم تحقق أغراضها، نسف الحلف وإثارة جنبلاط. زار شمعون حميدي مستفسرا عن موعد الجلسة، فأشاع النهجيون أنه أبلغه ترشيح نفسه. أمير الكويت يكرم رئيس الجمهورية. بوقتها كان الرئيس شارل حلو. وبالصورة هلا أنا ما كتير رح أعرفهم، يعني ردي علي كلميني. شوفي عيني صدقيني، ردي 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 علي. نعم يا حبيبي، نعم أنا بين شفايفك شفايفك نغم. نغم، أيامي قبلك ندم وأيامي بعدك عدم. نعم يا حبيبي نعم. وقائد الجيش كمان بالاحتفال بذكرى الشهداء: لسنا نقبل حياة من أجل لبنان، هيدي قريناها، ولا نظن بها ساعة تقتضي خدمته الاستشهاد. هيدينا مرتين صحيح. بهذه الفقرة رح نتابع موضوع تاني بيتعلق بعيد الأضحى. المؤسسات السياحية تلقت ضربة كبيرة نتيجة الإقفال اللي صار، علما أنه هي أساسا كانت عم بتقن وعم ترفع الصوت وعم تعلن أنه خلال وقت قصير واصلين إلى الإقفال التام إذا الدولة ما تحملت مسؤولياتها بهيدا الإطار. كيف المشهد؟ بيطلع عليه النائب جان بيروتي، نائب أصحاب المؤسسات السياحية بلبنان، مباشرة من أرطبة. صباح الخير نائب. صباح الخير لك ولكل المشاهدين، محييهم منعيدهم بعيد الأضحى، بعيد الجيش اللبناني بالعيد يلي هو أهم سند لنا بقينا بهالبلد. أكيد من ضمن صوتنا لصوتك. أنا بحب البروجرام الصبح تبعكم، بدي مرق نهفة صغيرة هيك على حالي، لأنه هذا بيقطع الناس من الروتين تبعهم. وما تقولوا بقصدكم فيها، انا كنت بالمدرسه يمكن بالويتيام يا مساتيام، وبيقوم الاستاذ عربي بده يقرينا بالدور ببيروت اقرا، انا بلشت وقوق وانا عم بقرا، وصلت لمطرح وهبت بدي اقول النسيم مات، هي نسيماء، فطلع فيي قال لي ما نسيم حدا، قال لي كيف مات؟ هلا النسيمات عندك شو وضعها بارطبه؟ كان قاعد حدي نسيم الشمالي بوقتها قال لي ما نسيم حتى كذا كيف مات. أرطبة بجنن. أرطبة تعرضت لخطأ طبي بفحص الكورونا، كان النتيجة هلع بقلب المنطقة. رئيس البلدية كان عم بجرب يعمل المستحيل مشان يحمي الناس من خلال فحوصات انعملت بقلب الضيعة، للأسف اجت النتائج بمطرح معين ايجابيه، يعني تصور اول نهار 80 واحد كله سلبي، ثاني يوم 80 واحد منه 25 ايجابي، ثالث يوم كله سلبي. انا اتصلت باحد الاطباء يلي هو مارون خوري بكاليفورنيا وهو طبيب جرثومي، وسالته كيف ممكن يكون، قال لي هالشيء بيقدر يكون لثلاث اسباب: يا الكت اللي عم تستعملوه هو منه مزبوط، يا اما اللي عم بيعمل الفحص ما عنده امكانيات يعطي نتيجه مزبوطه، يا اما في حدا عم يتلاعب بمصير هالبلد. الثابت اليوم انه هذا الطاقم الطبي يلي كورونا طولت كثير، قلنا 4-5 اشهر بكورونا، استوى وتعب صحيح لازم يرتاح. اضافه لهالشيء
زاد على الدائم الطبي كثير ناس تساعدوا، لانه بلشنا بالبي سي ار 100 و200 صرنا بالالوف هلا. تصوري في احد في يوم من الايام عمل 9000. بطلت الناس اللي عم بيستعينوا فيهم هن كواليفايد، يعني عندهم امكانيات بزيد، بس هالشيء مش مقبول بالغلط، مش مقبول هلا. بيتصور انه انا وعائلتي نزلنا 12 واحد احنا ما كنا بارطبه، عملنا فحص تنطمن بالنا. هذا الشيء لا يجوز، هذا الشيء عم بيسبب ضغط كثير. ارطبه مثل كل الضيع دفعت الثمن. من حي رئيس البلديه لانه هو كان عم بيعمل كل شيء منيح، مشكلة انه طلعت النتيجة غلط. الحمد لله امبارح صار في فحوصات جديد وكل الاولاد ارتبوا طمن. الحمد لله على السلامة. هلا ما حدا ما بيعرف اكيد هلا طبيا تأثر. اذا طبيا تأثر يعني ما حدا ماشي بقى بالبلد. يعني مش ماشي شيء بالبلد. انتم شو وضعكم هلا مع هالاقفال اللي تزامن بنص الصيف وبعيد الاضحى وبوقت يعني كنتوا بتعولوا عليه كمؤسسات سياحية، إجا الإقفال بنوضع من وراء كورونا، شو الوضع عندكم؟ قلت لك إنه الطبية تأثر، كلنا تأثرنا مثل الطبية. الواقع الحقيقي للقطاع السياحي، القطاع السياحي متروك لقدره. هذا القطاع اللي كان هو أساس كل النهوض بلبنان وأساس صورة لبنان، مطعم اللبناني، السهر بلبنان، البحر بلبنان، نشاطات الرياضية كلها بلبنان، طبيعة لبنان، اوكي، هيدي كلها عم ندفع اثمانها اليوم. السياحه الداخليه ناشطه شوي ببعض المناطق، انما ببيروت اكلتها كثير كثير لدرجه انه بيروت معدومه صارت. المناطق اللي بعيده الناس عم تتجول وعم تروح، انما اليوم الفاتوره اللي عم تنقبض على 1500 والمصروف على 9000، هذا اللي عم يخليه يدمع على القطاع السياحي. القطاع السياحي مهدد انه مع اخر صيفيه يكون عنده أزمة كثير كبيره. نحن كنا عاملين مؤتمر صحفي بثلاث شهر وتحرك 10 شهر، يعني كورونا قعدتنا بالبيوت وسكتتنا. انما هذا القطاع ما بينترك بالطريقه هي، في كمش ونحط حد الدجاجات بالان وربطوه باجره. مع الوقت تعود ياكل مع الدجاجات وصار دجاجه، نحن ما بدنا نصير دجاجه. لكن بشهر تموز شفنا في حركة وشفنا الملاهي الليلية رجعت امتلأت والبابات والمطاعم، يعني ما فيك يعني هلأ بعد مرور شهر بتموز بالصيفية تقول انه خلص القطاع السياحي مات على الآخر، لأن وقت اللي فتح البلد رجع عاش وشفنا كل المرافق السياحية امتلأت، لو ببيروت ولو بالجبال. هلأ أكيد في تسكير وفي حجر رجع تسكر كل شيء. إذا حضرتك زرتي شي مطعم، يا إما زرتي شي باب، يا إما شي مطرح ودفعتي الفاتورة، بتعرفي إنك أنت عم تدفعي 10% من اللي كنت تدفعيه قبل. يعني الشخص عم بفوت على أهم مطعم ببيروت وياك ب 12 دولار. هذا الشيء ما صار من 8 ل 12 دولار. لا بس غلوا كلهم باللبنان. كلهم غلوا صح. باللبنان كلهم غلوا، ما في ولا مطعم إلا ما غلى أسعاره. دينا نكون واقعيين. هلا إذا بدك تحولها لدولار على سعر 10,000 هذا شيء ثاني. مش عم بدي احولها لانه عم بيشتري بضاعتي بال 10,000، لانه كل الانجريدينت اللي عم نشتريها لحد اليوم عم نشتريها بال 10,000، انه نحن عم ننقل اوضه شيء، عم نبيع اوضه الاوتيل ب 20 دولار. اوضه الاوتيل اللي كانت تنباع ب 200 دولار تسعيره وزاره السياحه عم تنباع اليوم ب 20 دولار. مزبوط عم بيدور الموتور 24 على 24. الواقع اليوم مختلف كليا بالاستثمار. طيب هون عم تطالبوا انتم بالدولار السياحي، اذا فيك تفسر شوي للمشاهدين شو معنى الدولار السياحي؟ يعني اليوم انه نقدر نشتري مشترياتنا بقيمه الدولار تبع السوق، تنقدر الدوله تدعم هالموضوع مثل ما عم تدعم باقي القطاعات. يعني نحن اليوم في منصه، هالمنصه بتبيع الدولار على 4,000 فيك تشتري هوني، نحن عم نطالب نقدر نشتري على 4,000 نقدر نعوض شوي من خسارتنا. نعم. حدا رد عليكم من الحكومه؟ للاسف لحد اليوم ما اخذنا ولا قرار. صدر امبارح بتصور قرار بس مدد عمر السياره تبع التاجير من 3 سنين لخمس سنين تيقدروا يستمروا هالناس ياجروا سياراتهم اللي ما اشتغلت ابدا. باقي المطالب يلي هي لائحه مطالب تقدم فيها وزير السياحه لحد اليوم ما وصلنا لنتيجه بولا شيء. عم نطالب بشغله بتفوت مصاري على الدوله، انه الاجنبي اللي بيجي من برا اسوه بكل الدول اللي حوالينا، يعني سوريا، اردن، مصر، تركيا، بيقبضوا الاوتيل بالدولار من الاجنبي.
عم تطالب بقرار من الدولة اللبنانية، ورقة مكتوب عليها اقبضوا بالدولار، وانت يا اوتيل مجبور تقبض بالدولار، هذا بفوت دولار على البلد. لحد اليوم ما قدرنا وصلنا لنتيجة. انا يعني زهقوا مني اللبنانية بهالحكي اللي عم بحكيه، اللي ما عنده نتيجة ابدا وما راح يوصل لنتيجة، وكأنه متروكين لقدرنا. حرام بقى نكمل بهالطريقة. يعني شغلة لما واحد صار بيحكي فيها 50 مرة وما صح. في نتيجة ما لازم يعمل. نحن اليوم مش قادرين نستمر بهالطريقة، هذا القطاع ما بيقدر يستمر. اللبناني اليوم اللي عم بيصرف مصاري عم بيصرف تينتقم من حاله، لأنه مش قادر يحصل على مصرياته بالبنك، مش من مدخوله عم يصرف، ما حدا مدخوله مكفيه بلبنان. نحن رايحين على فترة إذا ما بده يصير في تغيير جذري وحقيقي ضمن برنامج بيهدف ليوصلنا لنهوض اقتصادي، ما بعرف نحن شو اللي عم نعمله. حضرتكم قاعدين بالإعلام اليوم وبتقروا جرايد قبل الدور وبعد الدور، عندكم شيء برأيكم في شيء خطة اقتصادية بدها توصلنا لمطرح نقدر نطلع من الجورة اللي نحن فيها اليوم؟ شفتوا شيء من هالموضوع هذا؟ قدرتوا وصلتوا لنتيجة تقدروا تتكلوا إنه هذا الشخص مسكني بإيدي ورح يوصلني مطرح ما يوصلني؟ خلاص بقى ما فينا نكمل بهالطريقة. بلبنانية في كوادر برا بدول العالم، وبلبنان قادرة توضع خطة تنهضنا من هالموضوع بسنة وسنتين وثلاثة وأربعة وخمسة. هلا احنا عم نعيش ظرف استثنائي، يعني شو ما كانت الخطة عم تتوقف بسبب كورونا والملف الصحي، يعني ما نطول بالنا شوي يمكن. طول بالك هذا الشيء ما بينقال بهالطريقة. لما عندك شعب بده يعيش وقطاعات انتاجية موجودة، انت ما فيك توصلي لمطرح تقولي استثناء. اكيد استثنائي، اكيد في ظرف معين، بس اكيد له علاج. هذا المريض اليوم يلي قاعد عنده علاج اوكي بده يتابع علاجه تقدر يوصل لمطرح معين. هذا الطبيب بده يجي له يا حبيبي هذا الدواء اذا بتاخده من هلا لسنتين بتصح يا ما بتموت. اوكي مش مقبول نحن نترك لقدرنا بهالطريقه. طيب عملتوا كثير لقاءات اليوم يلي نحن كل رهننا عليه، هذا العهد القوي يلي نحن كل تمنياتنا كان. الازمات عم تيجي صعبه اكيد، انما في لكل ازمه في شخص. بكل شركات العالم لما بيكون في ازمات بيستحضروا اشخاص بيوضعوا مخطط يطلعوا من الازمه. نحن بشركاتنا، نحن بمؤسستنا بس نمرق بازمات ماليه نستعين بخبرات وباشخاص مش انت نطلع من الازمه اللي نحن فيها اليوم. نحن لحد اليوم منقسمين على حالنا، منقسمين على الارقام، منقسمين على كل شيء. هذا ما بيقدر يستمر مثل ما هو. حرام هذا الشعب اليوم يلي كان باشي عم بطير يتعود يصير تشاجي. مش مقبول هالشيء. نقيب سؤال، عملته كتير لقاءات وشفتوا كل المسؤولين تقريبا المعنيين بالقطاع السياحي، وقلت هلا انه كان موعدكم 3 و10 بكورونا قعدتكم بالبيت، ما صار في اي تحرك ولا اي خطوه باتجاهكم من ولا اي مسؤول؟ ومن طيب اوكي هلا قعدتوا بالبيت بس خلاص، يعني فينا نقول انه سيقفل هيدا القطاع بايلول الموظفين الى منازلهم؟ نحن اليوم عم مستمرين نناضل، مستمرين نستعمل اخر شيء عنا اياه تنضلنا موجودين. مش هي تكفي مؤسسه، منه هي تسكري مطعم ولا تسكري اوتيل ولا تسكري مسبح ولا تسكري اي شيء. هيدي مؤسسات اسمها عراقه، اسمها في مؤسسات عمرها 60 و70 سنه. يعني هذا بيو اذا بيسكر مؤسسه بيموت بيو. احنا اليوم رايحين نناضل ابعد شيء ممكن، رايحين نستعمل اخر مدخراتنا. انما المؤسف نحن عم نخبط بدون نتيجه. يعني نحن لو عطيونا شغله وما قدرنا رجعنا ضمن مخطط معين وقفنا على اجرينا ما بنقدر نستمر. عم بقول لك عم نطلب ورقه تسمح لنا نقبض من الاجنبي مش من اللبناني بالدولار، ما وصلنا لبعد. بس هيدا الشيء يمكن منه قانوني. قانوني اللي عم تطلبوه قانوني انه تقبضوا من الاجنبي بالدولار؟ انه ليه؟ عم لك الدول اللي هي مجاوره لنا وهي عم تستعمل ذات الطريقه. انت اي دوله بصير فيها فلكتويشن بالعمله بتجي القطاعات الانتاجيه اللي بقلبها واللي بتروح لعندها زبون مباشره، هذا بيعملوا سري من هالنوع القرارات يلي بتحمي المؤسسات تقدر تستمر وتقدر تقدم ذات مستوى الخدمات وتقدر تفوت دولار على البلد. يعني اليوم نحن اللي عم نقوله كنا نبيع الاجنبي الاوضه ب 200 دولار اليوم عم بيعوا 70 دولار بس خليه يدفع دولار. هذا اللي عم نطلبه نقدر نستمر. طيب بدي طلبنا عم نطلب. انا شخصيا شو بدك فيي كرئيس نائبي؟ انا عم بطلع برؤيتي للمستقبل لاولادي لحياتي لإلك لكل واحد بالمجتمع اللبناني. نحن يا خيي اذا مشينا بهالطريق لوين رح نوصل؟ حدا يقلنا هيدي الطريق رح توصلكم لهون؟ حدا يقلنا هيدي حقيقه الموضوع هيدي حقيقه الارقام وهون انت رح توصل بعد 5 سنين؟ انا مستعد ضحي ب5 سنين
اوكي تقدر ارجع سير مطرح ما كنت. انما اليوم اذا بدك تساليني انت لوين رايح بكره شو، جاوبيني، بتعرفي تجاوبيني على الموضوع؟ لا ما مشان هيك عم نسالك، الموظفين اليوم عم يسالوا بكره شو، بأيلول شو، عم بتقول باقيين الناضل لاخر نفس، بس حتى عن جد يعني الناس تعرف حالها ونوضح الصوره. خلاص الموظفين عم بيوتهم. بدي هني حالي شغله وحده بس، انه نحن والموظفين عم نعيش هم مشترك. صحيح، عن جد عم بحكي فيه، عن جد انتو بالاو تي في بكل المسائل الاعلام في حدا عم بيقبض معيشه كامل؟ في حدا عم بيعمل ريفولت؟ في حدا عم بيقول لا ما بقبل؟ كلنا شايفين وين رايحين، كلنا متروكين لقدرنا بهالطريقه مش مقبول. انا عم بحكي مع كل وسائل الاعلام، ما حدا عم بيقبض معيشه، حتى على اللبناني اللي كان يقبضوا بالدولار صار على اللبناني وعم بيقبض نص وربع. نعم، خلينا نقول شغله حقيقيه عن جد، نختم فيها، مفروض نوقف هاليوم بمطرح معين اوكي، والناشد انه نوصل لخطه معينه نقدر نروح فيها لقدام، خطه واضحه سليمه نقشعها كلنا ونتفق كلنا عليها. انا بدي اقول فرد شغله، لما اول ما اجت الكورونا واتفقنا على مصيبه الكورونا اللي هي حلت بالعالم كله سوا، ما قدرنا انتصرنا على الكورونا لما كل السياسيين كانوا واقفين مع بعضهم وكلهم خايفين على حالهم؟ ليش بس عم نجي على الاقتصاد كل واحد عم بيصير مطرح، كل واحد عنده أرقام، كل واحد عنده رؤية؟ كل الموجودين اليوم يلي هن بالتنفيذية عن جد بدنا نشكرهم، خلينا نجيب خبرات كبيرة تسلم زمام هالبلد وتشيله من مطرح ما هو. عم نترجى، عم نترجى لأنه نحن بلد مستقبل. أنت شكرا كثير لك نقيب، اللي معي كلنا بلا مستقبل، خلينا نقشع على وين رايحين وبكم سنة وكيف رح نوصل، إذا رح يضل رح نضلنا باشق ولا رح نصير دجاج. شكرا لك، وهيدا الخبريت الدجاج اول مره بسمعها منك، بس مهمه كثير يعني هيك لافته بمضمونها. شكرا لك جان بيروتي نقيب. اليوم عم براجع هيك بالتليفون في اليوم بيبعثها مطران جبال، نعم، هيدي الدجاجه والجباشه، وقلت وكانه على قد اجت خسر موضوعنا. صحيح، يعني السياحة، القطاع السياحي هو العامل الأساسي برفع الدخل القومي بلبنان، وعلى أمل الحكومة تنظر بهيدا الملف وتساعدكم، وأكيد ما رح تنسيكم. شكرا لك جان بيروتي نقيب أصحاب المؤسسات السياحية بلبنان. رح ننتقل هلأ إلى اتصال مع الإعلامي سالم زهران مدير مركز الارتكاز الإعلامي، من بعد تويت لافت كتير حتى هلأ من 10 دقائق، بركي إذا فينا نشوفها سوا. بيقول محاولة لفلفة قضية الدجاج الفاسد والترويج أنه المنتجات للتلف كذب محض، والدليل موجود في تقارير وزارتي الصحة والاقتصاد والجمارك اللي داهمت بوجود المقدم على الحاج، وأيضا إفادات المدير والعمال الموثقة لم تأتي على ذكر التلف، بل اعترفت أنها جاهزة للتصنيع وبوجود مكنة طباعة الصلاحية، وأرفق هيدي التغريدة بهيدي الوثيقة اللي بتبين قصة الكشف على المصنع وموجود فيها بالجزء الأخير، وقد اعترف مدير المصنع أن جاهز للتصنيع باليوم التالي من ضبطه، كما تبين لنا وجود أكياس فارغة ما بتحمل تواريخ صلاحية ويوجد مكنة لطباعة التواريخ الصلاحية. حول هذا الموضوع بينضم لنا أستاذ سالم. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير ريتا، لك ولزميلتك ولكل مشاهدين الأوتيبي. أهلا وسهلا فيك. أول شيء ينعاد عليك، خلي لك عائلتك وإن شاء الله بالصحة يا رب. ليش مين عم بحاول يلفلف قضية الدجاج الفاسد؟ تكتبت هيدي التغريدة، وين لمست محاولات لفلفة ومن مين؟ ماشي ريتا، امبارح كان فيك الدوري كل الشاشات كانوا منتشرين الضيوف على معظمهم عم يجربوا يقدموا رواية واحدة إنه هذا المصنع ومصنع للتلف. نعم، وحضرتك مثل كتار من اللبنانية يمكن مش سمعت بس محامين للوكلاء العربانين بالدجاج الفاسد، لا كمان بعض اللي بينتحلوا صفة انه المسؤولين عن غذائنا وسلامة غذائنا كانوا عم بيقدموا اخر 48 ساعة رواية وحدة هي انه هذا مصنع للتلف. نعم. الشيء الاخطر من هذا كله انه الاجهزة الامنية يلي عندها القدرة توقف ريتا او سالم او اي مواطن اذا اليوم بيعمل مخالفة صغيرة، بعد لحد اليوم مكتفية أن توقف العمال السوريين ومدير المصنع وأصحاب الشركة مدري وين بأي جبل عم بيكذبوا بلبنان بال 10452 كيلومتر مربع اللي مش مش سهل الواحد فيهم يتخبى، لا مش سهل أبدا الواحد يوصل فيهم اللي متخبى. نعم في إشارتين أساسيتين خلوني أقلق، الإشارة الأولى الحملة الإعلامية للبرمجة واللي أنا شايفها مثل ما أنت شايفيتها يلي عم تقدم سرديه وحده انه هذا
للثالث. بس خلينا نقشك شوي بهالقصة أستاذ سالم. والأمر الثاني حأوصل لك، والأمر الثاني إنه ليش لحد اللحظة أصحاب المعامل اللي فيهم بلاغ بحث وتحري عم بكذروا ولم يتم إلقاء القبض عليهم؟ أوكي، بحسب الرواية. إيه لا، بدي بالتفاصيل. أنا سمعت شوي اللي عم تتفضل فيه، بس هن هون كمان في نقاط بتستاهل نوضحها. أول شيء أثيرت مسألة إنه بده إنه كأنه حدا عمل هيدا الإخبار بحق هيدا المستودع، وكأنه في تلميح إنه منافسة تجارية بركة بين أكثر من شركة، خاصة إنه هيدي الماركة لقيت نجاح وأخذت كتير مناقصات مهمة بالأشهر والسنوات الماضية، كأنه حدا قاصد يدز عليهم، وهن عم بياكدوا انه هيدا البراد للتلف. هيدي كانه اللي فقنا الصبح عم نسمعها عم تتروج، هي اللي استفزتني وخلتني شيل اللي بجعبتي اللي شفته. ليش ما فيهم يكونوا للتلف؟ بس ليش ما فيهم يكونوا بالبراد للتلف؟ فسر لنا. انا بشكلك على السؤال لثلاث اسباب. السبب الاول تغيير وزاره الصحه والمراقب الصحي اللي حطينا شقفي منه اليوم او حطيناه على الهواء بتويت، ويلي بقول فيها بالحرف الواحد ورح اقرا منه: وهناك رائحه تفوح من المستودعين من جراء الدجاج الفاسد والمنتهي الصلاحيه ولونها رمادي غير صالح للاستهلاك البشري، ويوجد مسرب لمياه لدجه داخل براد الانتاج. يلي بده يتلف بضاعه ما بيحطها بالبراد يا ست ريت او شاك، مع تواريخ لسنوات ماضيه منتهيه الصلاحيه، وقد اعترف مدير المصنع انها جاهزه للتصنيع في اليوم التالي من ضبطها. يعني عند تقرير وزاره الصحه المراقب الصحي شو عم بيقول؟ عم بيقول مدير المصنع هو اللي عم يجهزهم لبكره نوضبهم ونبيعهم. اكثر من هيك بكفي التقرير بيقول: كما تبين لنا وجود كراتين واكياس فارغه ولواصق لا تحمل تواريخ الصلاحيه، ويوجد ماكينه لطباعه تواريخ الصلاحيه. وهلا ببعث لك فيديو بتشوفيه للماكينه، والاو تي في بعتقد كان ثاني اللي عم بيصوروا. صحيح. حدا بحط بمصنع التلف مكنه حقها مئات الوف الدولارات تطبع تواريخ، اول مره بسمعها والله. انك تتلف بضاعه وبتحط لها تاريخ وبتكبهم تحت الرمل. لا بس هون بهيدي النقطه تم ضبطها اثناء الكشف. انا حابب اصدق منك. بس في بس بدي افهم شغله. ما حدا بحط ريتا، ما حدا بحط مكنه طباعه بمطرح للتلف. واحد. اثنين، ما حدا بحط بضاعة بده يتلفها بحط لها برادات وبحطها بالبرادات. ثلاثة، في معنى المحاضر هلا بعد شوي على زميلتك الام بي ان، بس انا معك ما في يقول لا 10:30 رح طلع المحاضر الباقيين، محاضر اعترافات الموظفين هن عم بيقولوا انه نحن بنجيب هي البضاعة بنفرمها بنقدم لها بهارات لحتى ما تطلع ريحتها وبننزلها على السوق. العمال موجودين مش واحد مش اثنين. يعني حضرتك عم تستند الى محاضر رسميه، لانه بالروايه المقابله بيقولوا انه اللي بده يعيد تصنيعها كمان ما بينطر 4 سنين، يعني خلصت صلاحيتها بال 2016، علما انه هن مش معترفين بال 2016، خلصت صلاحيتها من قبل، كانوا قعدوا تصنيعها ورجعوا نزلوها للسوق، بس هي موجوده بالبراد لانه ما لقيوا ارض يتلفوها فيها. نعم. بدك تشوفي هيدي البضاعة الزبالة من وين جايبينها. اثنين، مش مضبوط اصول التلف مش هيك، شو دي بعثوا رسالة لوزارة الصحة بيقولوا عنا هيدي البضاعة بدنا نتلفها. أهم من هيدا كله نحن استندنا لثلاثة، تقرير حماية المستهلك واضح اللي كمان إذا بدك بعد شوي ببعث لك إياه، تقرير وزارة الصحة والإفادات، وأهم من هيدا كله مين بحط بمطرح للتلف مكنة فيها طبعة وريخ وكراتين؟ نعم. سؤال. شكرا كثير لك على هذه المداخلة وعلى كل هذه التوضيحات. أكيد هذه المسألة أساسية، صحتنا مش لعبة بإيد حدا، وممنوع أي تدخل بهذا الملف. ما فينا نختلف على الصحة 100%. وحتى انتبه إذا في هني وشركة تانية عم تنافسوا، وإن شاء الله الشركة الثانية كمان ينقال اسمها وروحوا يداموها. أنا ما بيعني لي كمواطن منافسي، أنا بيعني لي هيدا عنده منتجات عم بيعطيها كراتين وبيختم عليها صلاحية إيه أو لا. نعم. خليه يفوت على الحبس. أنا بيعني لي ما بيجوز وقف العمال الصغار واترك أصحاب الشركة عم بيكذبوا عليهم بلاغ بحث وتحري. هلا ريتا تعمل مخالفة وقوف سيارة بمطرح ما لها حق فيه بيلحقوها بيردوا وراها، ما بيجوز. شكرا كثير لك الاعلامي سالم زهران مدير مركز الارتكاز الاعلامي على هذه